مع مناظرة جديدة من مناظرات برلمان الثورة اللي هنقدمها في 90 دقيقة. والنهاردة معانا اتنين من المرشحين اللي بيخوضوا منافسة عنيفة في محافظة الجيزة. الأول مناضل سياسي ونقابي معروف بأنه صوت الثورة المصرية وحامل شعارتها، والتاني نجم منتخب كرة القدم الأسبق وحارس مرمى الثورة ومرشح حزب الوسط حاليا. كل واحد فيهم لمواقفه البارزة قبل وبعد الثورة، والاثنين قرروا خوض أول انتخابات بعد 25 يناير عند دائرة شمال الجيزة. يشرفنا في 90 دقيقة المناضل العمالي المعروف كمال أبو عيطة، الذي خاض معارك كثيرة ضد النظام السابق وصاحب أشهر الهتافات ضد نظام مبارك وضد مشروع التوريث في المظاهرات الاحتجاجية قبل الثورة، حتى أطلق عليه لقب مؤذن الثورة المصرية وتم اعتقاله كثيرا، إلا أنه لم يتراجع عن موقفه ويعتبر أول من نجح في تأسيس نقابة عمالية مستقلة للعاملين في الضرائب العقارية. كمال أبو عيطة الناصر الشهير يخوض الانتخابات ضمن قائمة التحالف الديمقراطي الذي يقود حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بيك أستاذ كمال. كمال أبو عيطة قيادي بحزب الكرامة ومدير عام مصلحة الضرائب العقارية بالجيزة، ولد بمحافظة الجيزة عام 1953 وتخرج من كلية الآداب ثم درس الحقوق. خاض معارك عديدة لتحسين أوضاع العاملين وأبرزها تأسيس أول نقابة مستقلة في مصر للعاملين بالضرائب العقارية، وساهم في تأسيس حزب الكرامة، كما أنه الأمين العام للجنة الدفاع عن سجناء الرأي ومؤسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين. وصف البعض أبو عيطة بأنه مؤذن الثورة وهتيف المظاهرات قبل الثورة وبعدها، وتبنى مشاكل العمال ومطالبهم بصفته رئيسا للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فضلا عن تبنيه لمطالب الثورة والثوار. ومع ذلك ترددت أنباء عن رفضه لمنصب وزير القوى العاملة. قرر أبو عيطة خوض انتخابات مجلس الشعب على قائمة حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وبعد أحداث التحرير الدموية الأخيرة هدد بمقاطعة الانتخابات وانضم للمعتصمين، ولكن استقرار الوضع جعله يقرر خوض الانتخابات. آية راضي، 90 دقيقة، قناة النهر. أما الطرف الآخر في هذه المناظرة فهو الكابتن المعروف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق. ترك المستطيل الأخضر واستديوهات التحرير في التلفزيون ليصبح ثائرا في ميدان التحرير، وشارك في أحداث ثورة 25 يناير، وتمكن من كشف الكثير من قضايا الفساد الرياضي. نادر يخوض الانتخابات على رأس قائمة حزب الوسط. أهلا بك كابتن نادر. أهلا بك. نادر السيد حارس مرمى سابق بالمنتخب الوطني لكرة القدم وأحد أفضل حراس مصر والعرب وإفريقيا. ولد في محافظة الدقهلية عام 1972 وحاز على العديد من البطولات مع الأندية التي لعب بها مثل الأهلي والزمالك. بعد اعتزال كرة القدم انشغل نادر بالعمل الخيري والتطوعي، حيث اختارته منظمة الإغاثة الإسلامية سفيرا لها، وسافر عدة بلدان كان آخرها الصومال. شارك نادر في ثورة 25 من يناير، وتمكن من كشف الكثير من قضايا الفساد في المجلسين القوميين للشباب والرياضة، ووصل به الأمر إلى ملاحقة المجلسين قضائيا. نادر خوض انتخابات مجلس الشعب على رأس قائمة حزب الوسط بالجيزة، ولكن بعد الأحداث الدموية في 18 من نوفمبر الماضي ترددت أنباء تراجعه عن الترشح، وفاجأ رواد الميدان بقيادة مسيرة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين، ولكن قراره الأخير خوض الانتخابات. آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحور.
اهلا بكم استاذ كمال كابتن نادر. اسمحوا لي اقول لكم قواعد المناظره. في البدايه سوف استعرض كل طرف في دقيقتين لماذا قرر خوض الانتخابات. هناك 6 اسئله لكل طرف، مده الاجابه على كل سؤال 2 دقيقة. هناك فرصه للتعقيب ومده التعقيب 2 دقيقة. سؤال اخير، من حق كل طرف ان يوجهه سؤال للطرف الاخر حول قضيه عامه وليست خاصه، والاجابه في 2 دقيقة. في نهاية المناظرة هناك 2 دقيقة لكل طرف يخاطب فيها المصريين والناخبين. ملحوظة أخيرة، من حق كل طرف طلب نقطة نظام أثناء حديث الطرف الآخر إذا خرج عن الموضوع أو تناول أمور شخصية، ونبدأ المناظرة. لا، أنا أبدأ بنقطة نظام، أنني لا أرى على الإطلاق أن المناظرة يجب أن تكون بيني وبين الكابتن نادر السيد، بل أراني وأراه في موقع واحد مع هذه الثورة وضد أعدائها. وكنت أتصور لو أن المناظرة تكون بيني وبين أحد الفلول أو أحد المهاويس الذين يريدون العودة بنا وبالثورة لما قبل الثورة ولما قبل نظام مبارك. أما أنا والكابتن نادر، نحن من أبناء هذه الثورة. الهدف هو استعراض المواقف. وأيضا أنا بقول لحضرتك، أنا والأستاذ المهندس أبو العلا ماضي إخوة تكاد تقترب أفكارنا من بعض، ولا أرى على الإطلاق أبدا أن المناظرة بيني وبين المناظرة دي تطوير لأسلوب المبارزة بتاع زمان، أن يتبارز 2. أنا لا أتبارز. هنقسم من وقتك كله هذا الكلام على فكرة. لا، دي نقطة نظام. طيب، من قواعد المناظرة. دي ضاعة. أنا رأيي إن ضيع الوقت ووقتي. قواعد المناظرة أولاً. أنا ليا نقطة نظام بعد ما الأستاذ عمري خلص. طيب، اسمحوا لي دلوقتي القواعد. هل اللي يحب يبدأ الأول تختاروا حد يبدأ الأول ولا تبقى للقواعد بنبدأ بنعمل قرعة؟ تحبوا إيه؟ أنا الأستاذ كمال يبدأ. الأستاذ كمال يبدأ؟ لا طبعاً. أستاذ كمال، من فضلك عليك أن توجه كلمة 2 دقيقة للجمهور الذي رشحت نفسه من اجله، تقول لهم لماذا قررت الترشح لانتخابات مجلس الشعب. اتفضل يا فندم، 2 دقيقة. انا ببدا بالاعتذار لاهلي واخواتي في الدائره، لانكم اليوم اللي ضاع مننا دوت كان ممكن اكون في في في, في بلد من بلادنا وردان بالذات، او هم سامعينك وشايفينك. اتفضل يا فندم، كلمهم. اتفضل. اتصور ان انا كان المفروض ابقى معاهم، مش واقف بناظر اخ واحد احد روافد هذه الثوره مش ضدها. انا لست ضد الكابتن نادر. اتفضل. كلمتين لجمهورك يا فندم. من اسعد ايه؟ كلمتين لجمهورك. اتفضل. وانا من اسعد الناس اصلا لما لقيت نجوم مصر وعلى رأسهم كابتن نادر بينضم لهذه الثوره التي ادعي انني عشت عمري في انتظارها، مش في انتظارها ونايم على الكنبه، لا، في انتظارها وبعمل من اجلها وابذل جهد من اجلها. انا بقول لجمهوري واهلي وبلدي وناسي كجزاوي صميم اعتز بدوت، ان احنا مش ده استكمال مسيره الثوره، الترشح ده استكمال لمسيره الثوره. وكان امامي واعتقد ايضا امام الكابتن نادر ان ننسحب نهائيا من المعركه، لكن انسحابنا سوف يؤدي الى وجود فلول مكاننا او اي شخص من المعادين لهذه الثوره. نحن مستمرون في الترشيح لاستمرار الثوره ولتحقيق اهداف الثوره، واخص خصائصها اللي بتبناه ومش هبطله، العداله الاجتماعيه اللي هتفت بيها طول عمري وطول حياتي وعلى رصيف البرلمان وفي الشارع داخل البرلمان. وانتظرونا، هتسمعوا هذا الكلام داخل البرلمان اذا ما وفقت ونجحت في هذه الانتخابات. شكرا كابتن نادر. اتفضل كلمتين الى مشاهديك من ناخبيك. بدايه طبعا يعني انا بحييك استاذ كمال، وفي الاول الحقيقه طبعا هي مناظره ضد الفلول، لان لما يلاقوا في كلام راقي هي مش مناظره في في التنافس او في تنافس الكلام، قد ما هي ان احنا الاثنين في الاخر بنقول ان احنا بنمثل كيان واحد، بنمثل هدف واحد، وبنتكامل مش بنتنافس مع بعض. ويمكن ده ندي رساله لكل الناس اللي منتظره ان احنا نطلع في الاعلام ونهاجم بعض. بالعكس، البرلمان برلمان واحد وكلنا بنمد ايدينا لايدين بعض، واكيد في الاخر هيبقى في مصلحه مصر. انما للتوضيح زي ما استاذ عمرو سالني، ان دخولي البرلمان استكمالا، واعتقد ان احنا هنتفق في كلمات كثيره جدا مع الاستاذ كمال كواحد من الثوار الكبار اللي احنا بنستمد دايما الثوره منه ومن امثاله طبعا، وعلى راسهم او على سبيل المثال، مش عايز اعد عشان ما انساش، لان في ثوار كثير جدا ضحوا بنفسهم وضحوا ببيوتهم وضحوا بنفسهم، زي المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الحقيقه. ويمكن ده من الدوافع الاساسيه اللي خلتني ان انا ادخل حزب الوسط، مع ان طبعا في احزاب الحقيقه ليها مكانه وليها قدر وليها دعم مادي كبير جدا، انما حزب الوسط بيتميز بان هو حزب كفاحي ونضالي
زي احزاب كثيره سابقه، يعني مش بتكلم بس على حزب الوسط، انما حزب عافر وعانى قدام النظام السابق في 15 سنه، وبعد كده اقر ربنا سبحانه وتعالى ثم الثوره بإقامة الحزب في شهر فبراير الماضي استقبالا للثورة. هو الترشح لانتخابات مجلس الشعب، لأن الحقيقة في كتير من الناس دايما بتهاجم أعضاء مجلس الشعب، بتقول إن هم بيسعوا إلى البرلمان عشان ياخدوا الحصانة البرلمانية من مجلس الشعب أو حصانة مجلس الشعب، إنما أعتقد أنا بعيد كل البعد، لأن من فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم أنا صناعة شعبية، فأنا عندي حصانة الشعب التي ممكن يعني أن أنا أستغنى عن حصانة مجلس الشعب بالحصانة الشعبية اللي أنا بستمتع بيها وتمتع بيها وبشكر ربنا سبحانه وتعالى بحمده، إنما استكمالا للثورة والأمانة اللي حملت نفسي بيها، وفي نفس الوقت كمان أعتقد لكل المصريين يتحملوها هي أمانة الشهداء. شكرا. نبدأ السؤال الأول. أستاذ كمال أبو عيطة، أنت اشتراكي ناصري وعضو في حزب الكرامة، ورغم ذلك تخوض الانتخابات على قائمة حزب الحرية والعدالة الإخواني، ليه؟ لي وجهة نظر ان في هذه الثورة، واصلا دي وجهة نظر وبرنامج الكرامة، ان البلد محتاجة لكتلة وطنية تنجز الثورة، ده افكارها قبل الثورة، لان احنا من 97 بنحاول، وحزب الوسط ايضا، ان ننتزع الشرعية، وكانوا يرفضوا، واعلننا حزب الكرامة حزبا من طرف واحدا في مواجهة النظام، بصرف النظر عن لجنة رفض الاحزاب اللي عملها مبارك واللي اخترعها نظامه. انا هذا الحزب بيتبنى فكرة ان يأتلف الناس في هذه الثورة، لن ينجزها الا ائتلاف وطني واسع. الفكرة دي عملها اما جه في مناقشاته من اجل الانتخابات، وبالذات بعد ما ربنا كرمنا بالحشود وبدماء الشهداء ونجحت الثورة، الحزب بعد كده دخل في مفاوضات حول انا لم اشارك في هذه المفاوضات، اعترف انا التزمت بقرار الحزب بدخول الانتخابات على قائمة الحرية والعدالة أو قائمة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، اللي كان في ضمن المفاوضات بتاعته أكتر مني، كان موجود حزب الوفد، كان موجود حزب الوسط، وأحزاب عديدة جدا. ممكن العدد قل شوية، إنما أعتقد إن إحنا كان ممكن الوقت واقفين في ناحية وواحد تاني واقف في الناحية التانية، بس أنا مش مسؤول عن ما حدث من انهيارات في الاحتلافات وفي في القوائم الانتخابية، وأيضا الانفلات اللي حصل السياسي اللي حصل في البلد، وأيضا تعدد المواقع، اللي أنا رأيي كان لو في فرصة لينا إن إحنا نبني بناء أو قائمة وطنية محترمة تواجه النظام البائد وتجيبه الأرض، أنا كنت أميل إلى هذا. ما قدرناش الدور ده، أعتقد برلماننا مش عمره مش طويل، سيتمكن الشعب المصري وشبابه إن هم يخلقوا أدواتهم عشان اللي جاي يبقى أفضل وأحسن. شكرا كابتن نادر السيد. كنت قريب من جماعة الإخوان المسلمين، وقالوا أنك كنت عضو في الجماعة، ورغم ذلك رشحت نفسك على قائمة حزب الوسط الذي يضم منشقين عن الإخوان، ليه؟ ما زلت قريب، لأن القرابة مش بالاسم، القرابة بالأشخاص الموجودين في الجماعة الإخوان المسلمين اللي بعتز بهم وبقدرهم الحقيقة. يمكن أول مكالمة تليفونية جات لي، والحقيقة أول واحد أخذت رأيه فيه خوض الانتخابات لمجلس الشعب هو الدكتور حلمي جزار على رأس قائمة الحرية والعدالة اللي أنا بعتز بيه على المستوى الشخصي، لأن لا تعنين الصفات، سواء كان ضابط ولا لواء ولا عضو في أعضاء جماعة ولا أين كان، فهو بالنسبة لي إنسان، حتى لو ما كانش مسلم يعني كان مسيحي، فهو بالنسبة لي أنا بتعامل دايما بمبدأ الإنسانية. فما زلت قريب وعندي أصدقاء كتيرة جدا بدون ذكر أسماء في جماعة الإخوان المسلمين اللي أعلنوا مؤخرا، إنما الحقيقة إن أنا لقيت من حزب الوسط زي ما بدأت كلامي إن استكمالا للثورة فلازم، أو حسيت إن حزب الوسط هو أنا، يعني مع كل احترام وتقدير الأحزاب التانية فيها إيجابيات، حزب الوسط فيه إيجابيات، وده اللي بقوله دايما، إن الوسط هو مش أفضل الأحزاب ولا في حد أفضل منه، إنما الوسط هو الوسطية في كل أمور، فهو بيدل عليا أنا كواحد مصري، ممكن مش عايز أفرض كلامي على غيري، إنما بيدل عليا كواحد مصري في وسطية الفكر وفي مرجعية الإسلامية، وفي نفس الوقت كمان في البرنامج السياسي اللي أنا بستفيد الحقيقة من خلال وجود المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان طبعا على رأس الحزب، طبعا مع الناس الأفاضل كتير جدا موجودين، إنما بتكلم على الأكثر معرفة بالنسبة للناس، فشايف الوسط الحقيقة هو الحزب المعبر عن المصريين بشكل عام.
وفي نفس الوقت اعتقد ان هو يمكن الافضل في التكامل والتحالف مع الاحزاب الاخرى، ما بيدعيش ان هو افضل حزب، بالعكس انا دايما بقول حتى لو كان تواضعا من الحزب هو الطوبه في وسط حيطه كبيره جدا، بس اكيد الجدار الكبير ده محتاج للحيطه دي عشان تقفل المكان بتاعها. شكرا. السؤال الثاني استاذ كمال ابو عيطه، بعض العمال اتهموك بخيانه قضيتهم لما اجتمعت بوزير القوى العامله وقالوا انك وافقت على عوده اتحاد العمال الحكومي وانهم عرضوا عليك انك تتولى منصب كبير، ايه ردك؟ لم يحدث اصلا، وحتى منصب يعني اعتقد لو وزير القوى العامله عرض عليا منصب من هو اعلى من سياده وزير الماليه اللي احسبه من مفكرين هذا الوطن المحترمين، عرض عليا منصب الوزير نفسه ان اكون مكانه، انا رفضت ورشحت استاذي الدكتور احمد حسن البرعي ولا زلت ارشحه بالمناسبه، ولم يقل احد ما قلت سعادتك ان الاعلام المضلل اللي بيضلل الناس دلوقتي وعامل فزعات وبيخوف الناس والناس واعيه اوعى منهم، قال ان انا عملت دخلت اتحاد العمال واتلفت معاه واندمجت معاه، هذا لم يحدث على الاطلاق، وانا كذبت بالمناسبه في ذات اليوم واعلن في هذا الكلام، كذبت واتحدى كائنا من كان ان يثبت انني دخلت في ائتلاف او تحال او دخلت اتحاد العمال اصلا، اخش زي هو منحل، انا لم ادخله في ايام مبارك وامن الدوله والحزب الوطني ومبارك ذاته، هدخله وهو منحل ورئيس، يعني المساله ما فيش داعي طبعا للخوف ده، انا لا اصلا لم اندمج ولن اندمج اصلا، ده عليهم هم ان يصححوا انفسهم وفق الحريات النقابيه اللي العالم كله عامل بيها ما عدا هم اللي صححوا نفسهم ويقولنا، مش العكس، انا لن اندمج مع تنظيم منحل باحكام القضاء ولن اتصالح معهم قبل ان يصححهم اوضاعهم ويطهروا انفسهم. شكرا كابتن نادر. منتقديك قالوا انك كنت قريب من الرئيس المخلوع مبارك ونجليه جمال وعلاء، طبيعه علاقتك بيهم ايه؟ كانت ازاي؟ وترد ازاي على اللي بيقولوا ان نزولك الميدان كان غسيل سمعه وركوب للموجه؟ طبعا بالتاكيد ان حصل فيه مقابلات زي ما بيحصل دايما، لان التقارب السياسي من كره القدم الحقيقه كان للاستفاده من الكوره، ما كانش الكوره يمكن هي بريئه تماما من الاستخدام السياسي، لان دايما وابدا الحقيقه كره القدم هي، وده اللي طالبت بيه، ان هي تكون متحرره من السياسه ومن الدين ومن الجنسيه او جنسيه اللاعبين، وده اللي بنطالب بيه وكل الناس بتطالب بيه كمان في اوروبا. طبيعي جدا ان انا في مقابلاتي مع الرئيس السابق او الرئيس المخلوع كانت مقابلات لصفته فقط لا غير، انما ما فيش اي علاقه شخصيه تربطني بيه او حتى ب ولاده علاء وجمال تماما، ما فيش اي علاقه، بل بالعكس يمكن كان كتير في الاوقات بعض الناس او بعض اللاعبين كان ممكن يكونوا موجودين معاهم، بيبقى في مباريات بيلعبوا مباريات، انما الحقيقه يعني كنت مصر، ما اعرفش ليه كان الاصرار كان جاي منين، ان ما يكونش في اي علاقه شخصيه، مش بتبرأ منهم دلوقتي سواء حاليا او حتى سابقا ما كانش في اي علاقه، وما كنتش اتمنى ابدا سواء هم او حتى اللي بعديهم يكون في علاقه شخصيه ما بينهم وبين حد. شكرا. السؤال الثالث استاذ كمال ابو عيطه، لو دخلت البرلمان هل ستقدم تنازلات للإخوان اللي كانوا حلفائك في الانتخابات وحتقبل توافق على سياساتهم رغم تناقضها مع مبادئك الناصرية والاشتراكية؟ أنا هقول لك حاجة، أنا بالذات لا أستطيع أن أغير أفكاري، أنا برنامجي ما قلته في شعارات على أرصفة البرلمان وفي الاضرابات والاعتصامات المختلفة لن أغير فيها حرفا واحدا، لازلت عند مطلب رفع الحد الادنى للاجور والمعاشات في مصر وخفض الحد الاقصى، لازلت مع رد الاعتبار لقيمه العمل في هذا الوطن، لازلت مع تثبيت علاقه العمل، لازلت مع استرداد الشركات التي بيعت وفق عقود فاسده واولها الشركات الثلاثه التي حصلت احكام من القضاء المصري، غزل شبين، طنطا للكتان، المراجل البخاريه، دول انا باطالب بعودتهم مره ثانيه لأصحابهم الحقيقيين هم عمال هذه المصانع، وأنا برنامجي أصلا لا أستطيع أن أتخلى عنه، أنا برنامجي مربوط بجهتين بعدة جهات، أصلا مربوط بنقابتي، مربوط باتحاد العمال المستقلة الذي أرأسه واللي بيلزمني بمطالب وجدول وبرنامج لابد أن أنفذه داخل البرلمان، وأيضا أنا مربوط بالحزب الكرامة اللي ده برنامجه الأساسي، التحالف مع أي طرف من الأطراف العديدة في قائمة التحالف الديمقراطي لا يلغي أفكاري الأساسية ولا يلغي برنامجي الأساسي، بالعكس أنا أرى شكل من أشكال التأييد والانتقال التلقائي والسلس لأفكاري لإخواتي وزملائي في القائمة.
شكرا كابتن نادر السيد. هل زرت اسرائيل ولعبت هناك عندما كنت لاعبا في نادي بورج البلجيكي؟ وهل تقبل تطبيع مع اسرائيل؟ وهل توافق ان المنتخب القومي لكره القدم يلعب مع منتخب اسرائيل؟ ابتدي من اخر السؤال. اكيد ان انا ارفض تماما المنتخب المصري يلعب مع اسرائيل في مناسبات وديه، بس خلينا نكون نتفق ان احنا نبعد تماما الامر، لان لو فرض او اتفرض على المنتخب في بطوله دوليه زي كاس العالم او ان كان، اعتقد هيبقى في تفكير تاني. انما بشكل ودي وشكل فيه علاقات كره قدم اكيد مرفوض تماما. الجزئيه الثانيه ان انا معلش انا اسف، هل سافرت اسرائيل ولعبت هناك مع النادي البلجيكي؟ وهل تقبل التطبيع مع اسرائيل؟ التطبيع طبعا ما بقبلش ابدا التطبيع مع اسرائيل، ما رغم ان النظام سابقا دايما بينادي بعدم التطبيع وهم اللي صنعوا التطبيع مع اسرائيل، انما الشعب المصري بطبيعته وبخلفيته سواء كان مسلمين او مسيحيين، اعتقد ان في اخواننا واخيرا اخواننا اللي ماتوا من المسلمين ومن المسيحيين، يعني انا متاكد ان بنرفض تماما التطبيع. النقطه الثانيه ان لازم ان احنا نظهر كمسلمين ان احنا ما عندناش اي مشاكل بالنسبه لي التزامنا بعملنا، لان التفكير الاوروبي غير التفكير العربي وغير العداء اللي ما بيننا وبين اسرائيل والكراهيه اللي هتفضل طول الحياه. ان انا رفضت زياره اسرائيل اللعب في حيفا مع حبول حيفا اثناء كاس اوروبا، والحقيقه تفهموا الامر تماما. وبعد اعتذاري حصل ان حارس المرمى الثاني اتصاب، فما بقاش فيها غير حارس واحد بس، فقررت او قلت لهم خلاص انا ما عنديش مشكله ان انا اكون موجود معاكم، بس انا مش هشارك في المباراه. يعني انا بحاول ان انا اقلل الظهور او التواجد، انما كان الامر بيفرض عليا ان انا كان لازم موجود، واحترامي العامل لازم يكون موجود، واحترامي ان انا لمهنيتي، انما لان النادي نادي اوروبي ما بيتبعش البلاد العربيه او حتى مصر، فكان لازم احترم عملي وهي فقط. وحتى سالوني وقتها هل انت جاي دلوقتي، قلت لهم انا جاي بصفتي لاعب في النادي بروج البلجيكي، فما تسالنيش عن اي اسئله. انا كمصري قلتها للتلفزيون الاسرائيلي، الحقيقه انا كمصري مستحيل ان انا اجي اسرائيل، انما كلاعب محترف فده مهنيتي بتتحتم عليا ان انا اكون موجود في مع النادي بتاعي في اسرائيل. شكرا. ودلوقتي حق حضراتكم في التعقيب لمده دقيقتين لكل طرف على محاور المناظره، ونبدا بالاستاذ كمال ابو عيطه ثم الكابتن نادر السيد. اتفضل. انا بناشد شعبنا انه لا يلتفت لكثير من اجهزه الاعلام اللي عايزه تحود مساره. انا واثق ان وعينا وعي شعبنا اعلى من وعي نخبته ومن وعي احزابه ومن وعي مرشحيه، وبان الكلام ده وفي الطوابير المترص عشان الناس تخش تدلب اصواتها من كبار سن لغيره، وواقفين بحماس يدلب اصواتهم وبيتجهوا. سيبوا الناس اللي خايف من الناس ما يكلمنيش بعد كده عن ديمقراطيه، سيبوا الناس تعبر بديمقراطيه وما تحولوش انظار الناس وتعملوا مشاكل. واكيد اللي مفزوع من النسب اللي واخدها اي اتجاه، البرلمان ما عادش زي ايام مبارك وموجود بالعافيه وعلى قلبكم لطولون، لا ده ممكن يتغير بعد فتره بسيطه فتقدروا تغيروه في الفتره اللي جايه. سيبوا الناس. انا بقى ناشد الناس اني لا تستجيب للاعلام المغرض، اغلبه مغرض، بقى لا تستجيب لمحاولات توجيهها عكس اتجاهها، تصوت زي ما هي عايزه. ولو بايدي الامر انا اوقف الاعلام دوت الكاذب، اوقفه اثناء الانتخابات عشان ما ياثرش في اتجاهات الراي العام اللي هي افضل واصح من اتجاهات النخب والاحزاب وحتى المرشحين، وبيصوت في اتجاهات صحيحه لا زال الامر في ايدينا. انا بقول للناس ان احنا بنبني وطن، وعلينا ان نبني مؤسسات هذه الثوره. واول مؤسسه، لان انا بعتقد ما فيش حد دلوقتي اما يجي يتكلم عن شرعيه اي حد، اول مؤسسه من مؤسسات الثوره بنيناها كعمال اللي هي النقابات المستقله، باقي مؤسسه البرلمان يجب ان نبني مؤسسه البرلمان. اول قرار للبرلمان انا بطالب ان اول قرار ارفع ايدي واتخانق عليه وقف ضخ الغاز فورا للعدو الصهيوني التوسعي الاستيطاني، لان دوت حرام يبقى نازله بتموت على الانبوبه وغازنا رايح للعدو الصهيوني. يا رب هل يرضيك هذا الظمأ والماء ينساب من حوله زلاله. شكرا يا فندم. كابتن نادر اتفضل كلمتين تعقيب على مدار، لا على مدار يعني الحقيقه. طبعا تاكيدا لكلام الاستاذ كمال، انا شايف ان الشعب المصري دايما وابدا ارقى من الحكام وارقى من الوزراء ورئيس الوزراء، مش الحالي او ايا كان رئيس الوزراء، يعني كل رؤساء الوزراء اللي حكموا مصر والمرشحين لانتخابات مجلس الشعب. لان للاسف الشديد الحقيقه ان البعض بعض الناس بتنادي بالديمقراطيه رغم ان الديمقراطيه اساسها هي حريه الراي
والحرية بدون إرهاب، ولا إرهاب فكري ولا إرهاب اقتصادي، ولا إن أنا بساوم مع الـ 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 الناس أو الشعب. الحقيقة الفرصة ما كانتش فرص متساوية لأن لإطلاق حرية الرأي بالنسبة للناس، إنما بالعكس تعرضوا لضغوط، وضغوط كتيرة جدا، سواء كان ضغوط فكرية أو ضغوط اقتصادية لتوجيه الرأي لاتجاه معين. ده ما يقللش أبدا من التقدير والاحترام للقوى السياسية اللي أخذت أكثر الأصوات، وده شيء متوقع تماما للحرية والعدالة والنور إن هم ياخدوا أغلب الأصوات، لأن لا مقارنة ما بين حزب سياسي وما بين جماعة، لأن الجماعة مختلفة تماما عن الحزب السياسي. الحزب السياسي زي حزب الكرامة على سبيل المثال، حزب الوسط، حزب الوفد، كلها أحزاب سياسية بتحاول تعمل قاعدة شعبية. إنما بتيجي تتكلم على أحزاب أخرى زي حزب النور، مع كل التقدير والاحترام، بنتكلم على جماعة الإخوان المسلمين وبنتكلم على الجماعة السلفية، فده شيء كان متوقع تماما، لأن دايما الجماعات المنظمة هي اللي ممكن تكون عندها أكثر الأصوات. ده ما يقللش من القدرة السياسية بالنسبة للإخوان المسلمين، لأن عندهم رؤية سياسية، إنما بنتكلم على التنظيم والاكتساح أو بالنسبة للأصوات. ده ما يقللش أبدا من طموح الأحزاب الأخرى وخاصة الحزب الوسط، لأن احنا مؤمنين بالمبدأ أو مؤمنين بالكيف قد مش بالكم، كم الأصوات. المهم لو حتى صوت أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو كرسي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المهم يكون فعال ويكون عنده مصداقية. وده يمكن من الأسباب الرئيسية اللي خلتني أكون موجود مع حزب الوسط، لأن مع كل الصفات اللي فيه إنما هو بيمتاز كمان بالصفة الثورية. شكرا أستاذ كمال أبو عيطة. فكرة النقابات المستقلة في مصر البعض بيقول إن وراها جهات أجنبية، هل هناك من يدعمكم من الخارج؟ وهل أنت ضد التمويل خارجي للعمل النقابي والمجتمع المدني في مصر وليه؟ أنا ضد التمويل الأجنبي أصلا، ومع النقابات المستقلة، ومع أن العمل النقابي تمويله يكون من جيوب أعضائه، لأن لو اعتمد على أي جهة أيا ما كانت، إذا كانت الدولة بتتأثر قراراتها واستقلالها وسيادتها تتأثر من القروض والتمويل والأموال الأجنبية والديون، فما بالك بالكيانات شعبية؟ أنا أرى أن ده ممكن يأثر فيه. وإذا كان حكاية الأجنبي وما الأجنبي، إذا كان منظمة العمل الدولية أيدت ورفعت اسم مصر من اللائحة السوداء بجهود الدكتور المرعى اللي شالوه تقريبا عشان كده، فأنا بقول أن الأصل في النقابات الاستقلال، الأصل في النقابات أنها تعبر عن قواعدها، وأن لو أن دي فكرة مرتبطة بأي حد بره لم تكن تستطيع أن تصمد أمام مبارك وأمن الدولة. وأنا بتحدى كائنا من كان أن يثبت أن حد من النقابات المستقلة حصل على مليم واحد من أي جهة خارجية، ونحن نمول نشاطنا من جيوبنا ومن أعضائنا. ومقدما قبل أن أدخل البرلمان، أنا لا أخرج من هذه الحياة أو قربت على الخروج دون أن أمتلك شيء، وهعمل إقرار الذمة المالية وزملائي معنا. وبقول لكم أن الإبداع اللي اتعمل في فكرة إنشاء نقابات مستقلة في مصر تخدم هذا الوطن وتساهم في بنائه لم يسبقنا إليه أي طبقة أخرى، وأنا أضع هذا. واستطاع الناس إن هم بصلابة يقاوموا، واستطاعوا أن هم يتحملوا النقل والتشريد والعسف، ولحد دلوقتي لازال بعض الرأسماليين المتخلفين يقاومون فكرة إنشاء نقابات في مواقعهم. إحنا جينا، وعندي تجربة نقابتي على الأقل اللي أنا مسؤول عنها مسؤولية كاملة أنا وزملائي، إحنا معتمدين على أنفسنا، وحققنا لزملائنا ما لم يحققوا أي تنظيم نقابي في العالم. بالعكس أنا بشوف بعض الناس صحفيين وغيره من بره بيجوا يسألونا ماذا فعلتم حتى نفعل مثلكم. أشكرك أستاذ كمال. شكرا كابتن نادر. لو التيار الإسلامي حصل على أغلبية في البرلمان، ولو طالب بعضهم بفرض قيود على رياضات معينة للبنات زي الجمباز والسباحة، ولو حضروا مثلا كرة القدم النسائية، هيكون موقفك ايه؟ الحقيقة انا عندي تحفظ كبير على مسألة التيار الإسلامي، لان احنا كلنا مسلمين، لا ندعي ابدا ولا مش مفيش وحي نزل من السماء بيقول ان في شخص معين او فريق معين هو اللي بيميز او هو اللي واخد القيادة الإسلامية. كلنا مسلمين، كلنا مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى على ديننا. ويمكن تولي المسؤولية جه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو تولي الخلافة جف الخلفاء الراشدين، فيما بعد الخلفاء الراشدين فهي كلها اجتهادات
بعض الحكام يصيبوا او يخطئوا. ففي الاول والاخر احنا ما بنتكلمش، كلنا مسلمين، كلنا متحملين الاسلام امام الله سبحانه وتعالى. ما فيش شك ان بالعكس، وانا قلت الكلام ده في جمعه من جمعه الهويه اللي سموها جمعه الهويه، قلت قدر لربنا سبحانه وتعالى، وانا عشت في اوروبا فتره طويله، ويمكن حضراتكم كتير من المشاهدين سافروا اوروبا بيشوفوا قد ايه العداله الاجتماعيه اللي بينادي بها الاستاذ كمال، بيشوفوا الصحه والسكن وكذا وكذا وادميه الانسان ايا كان هو مين وصفته. فانا اتكلمت وطالبت الشعب يريد تطبيق شرع الله، بس انا شرع الموده والمحبه والعلاقه والاتقان العمل والتعامل والاخلاق، ولا بنيجي في اخر الامر شرع الحدود. كل الناس بتتكلم على الحدود شرع ربنا، بس شرع ربنا سبحانه وتعالى اكبر واعم واعظم من ان احنا نختزل الامور في الرياضه النسائيه، في السياحه تكون في المايو اللي بيلبسه اي حد من الاجانب او حتى مصريين، انما الامر اعم واشمل بكثير من كده. وفي نفس الوقت كمان ان ربنا سبحانه وتعالى اقر واعترف وساب الحريات للانسان. انا مش هخوض اكتر في الامور الدينيه، بس انا بتكلم على الشيء الطبيعي البسيط الوسط اللي كل الناس عارفاه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني ادى الحريه لي والعياذ بالله للكفر بالله سبحانه وتعالى هو اللي اداه. فبالتالي الاولى بالنسبه لاي واحد بشر في اخطاء، وكلنا فينا اخطاء، ما فيش حد ابدا خالي من الاخطاء، ان هو لازم يكون في الحريه. ربنا سبحانه وتعالى اقر الحريه في القران، فمش ممكن ابدا ان انا اعمل اقصاء للحريه في الارض حتى وانا ما خدتش الخلافه ونزل عند الوحي. شكرا. السؤال الخامس استاذ كمال ابو عيطه، انت ابن الطبقه العامله والانتخابات محتاجه فلوس كتير، من يمول حملتك؟ اصدقائك الناصريين ولا حلفائك الاخوان؟ اولا كل الناس كتير بتقول لي ما نزلتش فردي، واعترف امامكم انا ما عنديش امكانيات الترشح فردي، امكانياتي الماديه لا تسمح بالترشح فردي. وحتى لو يعني لو كان حزب الكرامه اللي هو حزب وليد لسه ناشئ قبل عدلوا ايام او اسابيع من النهارده، ما امكانياته الماديه لا تسمح بتشكيل قوائم، ولذلك جت المساله جزء منها لاسباب سياسيه واسباب ماديه ايضا. انا لحد دلوقتي انا التامين الانتخاب 1000 جنيه دفعته من فلوس جمعيه في بيتي، والحمد لله بعد ما قبضت الفلوس اللي انا عرقت عشانها واضربت عشانها وهي مش قليله، انا زودنا دخلنا 5 أضعاف في الضرائب العقاريه، سديت ال 1000 جنيه ثاني فلوس الجمعيه. الورق المطبوع في افراد اذكر باسمهم، يعني لو ان ده هم يزعلوا، انما اذكر المهندس محمود ابو سيف انا بشكره، ومن خلال هذا البرنامج الاخ العزيز وبعتبره مناضل من الخلف، من غير مرئي، غير معروف، ما بيطلعش في التلفزيون، لكن شخص محترم جدا، طبع مجموعه من الاوراق، اخي احمد طبع مجموعه من الاوراق، ابني خالد ومحمد ربنا يبارك لي فيهم قايمين بجهد في هذا الموضوع. انا لم ارهق اصلا لان الميزانيه مرهقه، لان كل مصاريفي انا فلوسي داخلي رايح على حركتي النقابيه، ما بيبقاش حاجه في بيتي. الحمد لله الناس قاموا باللازم، وزملائي في الكرامه برضو بعد الحاجه لسه، وانا جاي في التلفزيون اتصل بيه بعض الاخوه الناصريين عاملين بعض الاوراق، حتى طلبوا مني استلمها من مطبعه في الطلبيه دون ان اعرف اسمائهم. حتى صحفيه الاخت رباب يحيى قالت لي فلان وفلان، الناس انا طلبت اسمائهم، والله اقسم بالله لم التقي بهم من قبل، ولا زالت الاوراق في مطبعه. شكرا. حسام قالت لي حسام حاتم وحسام. أشكرك. في الطلبيه بجوار مصنع البيبس كولا. أشكرك. لسه هستلم الورق وهوزعه بايدي بكره. اشكرك. شكرا كابتن نادر. البعض بيقول انك هتحاول تكرار تجربه الكابتن احمد شوبير في البرلمان، وان نجوم كره القدم والفن بيحاولوا يستفيدوا من شهرتهم، مع انهم يقدروا يستغلوا نجوميتهم ويخدموا الناس خارج البرلمان، ايه ردك؟ اكيد كابتن احمد شوبير قيمه وقامه كبيره جدا في كره القدم، وفي نفس الوقت كمان كان ليه سبق زي نجوم كثيره دخلوا البرلمان، اتمنى ان شاء الله تكرار والتعدي، لان اكيد كابتن شوبير نفسه اكيد بيتمنى لي التوفيق، وان ربنا سبحانه وتعالى قدر لي وقدر لي التكليف، انما الامر متغير لان الشخصيات مختلفه، مش معنى كده ان في تميز شخصيه عن شخصيه، انما انا ليا فكري وليا وجهه نظري، والحقيقه ليا وجهه نظري الثوريه اولا ثم وجهه نظري السياسيه، وكل في مجاله، لان انا بحترم كل مجالات،
نحترم التخصصات. ما فيش شك ان احنا في الى الان الرياضه وبالنسبه لرياضه الاستثمار ورياضه الممارسه ملهاش اي دور في الحياه بالنسبه لمصر، بل بالعكس مع الحقيقه الامكانيات الكبيره جدا سواء امكانيات البنيه الاساسيه او امكانيات الناس نفسهم لغايه دلوقتي ما استفدناش منهم، انما ما فيش شك ان انا هكون مشارك في كل الامور، انما الاتجاه الاول والاخير ان احنا نعمل من الرياضه استثمار كبير جدا، وفي نفس الوقت كمان يكون عائد معنوي بالنسبه للولاد الصغيرين اللي عندهم اكيد نظره مستقبليه في مصر والاستفاده او ان هم يفيدوا بلدهم. انما ما فيش شك ان احنا، والنقطه الثانيه الاساسيه زي ما قلت في بدايه كلامي هي النقطه الثوريه، وهي الامانه اللي بحملها لنفسي زي ما كل الناس بتتحملها، ان احنا نحافظ على مبادئ واهداف الثوره في اللي طلعت عليها عيش حريه عداله اجتماعيه، ده اللي اتمناه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يوفقنا فيه. السؤال الثالث والاخير، استاذ كمال ابو عيطه، هتعمل ايه العمال في البرلمان لو الحكومه مثلا تباطات في تحسين احوالهم او رفع اجورهم؟ هل هترجع تاني تتظاهر تكرر اعتصام الضرائب العقاريه الشهير اللي عملته قدام البرلمان في عام 2008؟ انا اصلا مش البرلمان ده، عندما عرض عليا المنصب الوزاري انا رفضت، لان كنا في الشارع بنطالب باسقاط حكومه شفيق، فمن غير المعقول انا اشوف مظاهره في الشارع ضد حكومه وانا قاعد في هذه الحكومه، ولان كنت هنزل وانا مش هبقى جوه البرلمان بس، وايضا قاعد بره البرلمان مع بقيه المتظاهرين اللي واثق في ظل الحكومه القائمه، في ظل حكومه الدكتور كمال الجنزوري والصف المجموعه اللي جايبه، انا واثق ان ستمتد المظاهرات وانا هبقى معاهم في داخل البرلمان وبره على الرصيف، ولن اتنازل عن ده. انا بعتقد ان وجودي في الترشيح على كمرشح لحزب الكرامه اللي يؤمن بالعداله الاجتماعيه ويؤمن باستقلال العمل النقابي، انا مستمر في نفس المطالبات من اجل اجر عادل ونقابات مستقله تدافع بجد عن الناس بديلا عن النقابات الخائنه العميله التي بعتنا للحاكم وخدت مكاسب في البرلمان. احنا داخلين مكان ناس باعونا وسلمونا للحاكم ولاصحاب العمل والراسماليين اللي مسيطرين على اوضاع في البلاد، وانا بعتز الان انا موجود مع منتخب بالتعبيرات القرارية كابتن، انا موجود مع منتخب، انا في قائمه، انا مكان حارس ولا مهاجم، قائمه الحريه، قائمه الحريه والعداله او قائمه التحالف الديمقراطي من اجل مصر، فيها انا ممثلا لحزب الكرامه، فيها ممثل عن حزب غد الثوره وليس غد امن الدوله، فيها ممثل عن حزب العمل، فيها ايضا مرشح الحضاره. انا بعتبر ان القائمه بتاعتنا قائمه منتخب قومي وليست قائمه نادي من الانديه، هي قائمه منتخب قومي، وبدعو الناس من خلال هذا الائتلاف الوطني اللي كان ممكن يبقى يتسع وكان يشمل كابتن نادر ويشمل الوسط ويشمل بقيه الاحزاب الشريفه، للاسف ظروف الترتيبات الاوضاع والمقاعد حالت دون ذلك. انا سعيد بوجودي الان، بقول انا سعيد وبدعو الناس ان يصوتوا لهذا المنتخب الذي يعمل من اجل تنفيذ اهداف الثوره المصريه. كابتن نادر، في فرق بين ثوري في الميدان ونائب في البرلمان، وانت اساسا لاعب كره قدم، هتعمل ايه تحت القبه في الاقتصاد ومشروعات القوانين، ولا ناوي تتخصص في قضايا الشباب والرياضه؟ ده اسمه برلمان الشعب، مجلس الشعب، وزي ما قال الاستاذ كمال الحقيقه اضافه بسيطه وادى مثل ان دايما القائمه، حتى قائمه الاحزاب او القائمه اللي بتدخل مجلس الشعب بتبقى بتحمل كل التخصصات، ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال ان انا اسال واحد عالم زي مثلا دكتور احمد زويل اقول له طب انت هتعمل ازاي في المؤسسات الرياضيه او تشتغل في المؤسسات الرياضيه. مجلس الشعب الحقيقه لازم يضم كل الفصائل، وكل الفصائل تكون فعاله، تكون مشاركه، بس في الاخر بتحترم التخصص. زي ما انا ما اقدرش اتكلم في الذره وما اقدرش اتكلم في الهندسه، اكيد في الامور والتطور او بمعنى صح ان احنا نعمل قيمه للرياضه، فلازم يكون فيها تخصص، والتخصص مش بس فقط لغير ان احنا بنتكلم الفريق ده هيلعب مع الفريق ده، انما بالعكس يمكن الرياضه بعمقها بتاثر في السياسه، وشفنا الحقيقه مبادئ كتيره جدا، زي على سبيل المثال كاس العالم في 2002 لما اقروا ان هو يتحط في كوريا واليابان، كانت لاهداف سياسيه، معنى كده ان الرياضه ليها ابعاد سياسيه وكمان ليها ابعاد اقتصاديه بالنسبه للبلاد. ما سالناش نفسنا احنا ليه ما اخذناش بطولات عالميه زي اولمبيك جيمز مثلا ولا كاس العالم، لان احنا بلد مش فقيره ماديا، انما بالعكس بلد بعيده تماما على المستوى الثقافي او المستوى التقدم بالنسبه للدول
الاوروبيه، لان مختلفات الدول بتعتمد على الثقافه بتاعتها، بتعتمد على المستوى الاقتصادي. فبالتالي لازم نعمل من الرياضه قيمه كبيره جدا ان هي تكون مشاركه في البرلمان، وتكون مؤسسه زي المؤسسات الكبيره اللي احنا ما نستغناش عنها، سواء كان مؤسسه الشرطه او الجيش او المؤسسات الاقتصاديه او التعليميه او الصحه، وبالتاكيد كمان مؤسسات الرياضه، لان الرياضه هي مردود او ابعادها بتبقى بتدل على حضاره البلد. شكرا. الان جاء وقت تبادل الاسئله. استاذ كمال هيوجه سؤال لكابتن نادر والاجابه في دقيقتين، ثم بعد ذلك كابتن نادر يوجه سؤال لاستاذ كمال. نبدا استاذ كمال، اتفضل وجه له سؤال. انا كان نفسي ان احنا نقف مع بعض هنا، مع بعض واصحاب قضيه واحده، نقف هنا ويقف قدامنا خصومنا عشان نصعقهم سوا. أكيد. انا هشوط والكابتن وجه له سؤال. اتفضل وانا وراك. وجه له سؤال. اتفضل وجه له سؤال. هو خلص كل الاسئله. أنا اعتقد السائل والمجيب من نفس المعون، سنستقي معا انا وكابتن من نفس المعون، نستقي معون الثوره ديت المصريه اللي محملانا بامانات، والشهداء اللي استشهدوا محملينا بامانه، والشعب المصري قوى شعبنا العامل، اصحاب المصلحه الحقيقيه في هذه الثوره، مش اللي بيطلعوا في التلفزيون. صح. واحنا منهم دلوقتي. اصحاب المصلحه الحقيقيه في الثوره ديت هم العمال والفلاحين، الفلاحين اللي حرموا. سؤالك استاذ كمال ليه؟ اتفضل. ال 40 سنه ظلما واضطهادا وعذابا، وانا الاواني يستردوا كرامته، والعمال المحرومين من كل شيء، والعمال لما اقول العمال كل من يعمل باجر. انا بتطلع استاذ كمال، السؤال انتهى. يسال يا نادر. اسال يا نادر. اتفضل. بتطلع ان انا عشان في كلمه اخيره لسه ليك. انا وكابتن نتعاون من اجل تنفيذ. هيسال سؤال ولك كلمه اخيره. اتفضل. حضرتك يعني واحد من الثوار الكبار، سواء كان اثناء الثوره او قبل الثوره، حضرتك كنت تعتقد ايام ما كنت بتعمل ثوره او ثورات عشان النقابه العماليه ولا عشان العمال، ان كان هيبقى في ثوره حقيقيه لمصر تغير او تغير جزء من النظام؟ طب انا اقسم في هذا البرنامج انني لم انام يوم واحد دون ان احلم بهذه الثوره، بالليل والصبح اعمل من اجل ان ياتي هذا اليوم. وارتكبت في حياتي اخطاء اقولها دلوقتي ومش هيحبسوني، لان الوزير اتغير والنظام اتغير. انا اشتركت في مظاهره مدنيه يوم اضراب الامن المركزي في سنه 86، مظاهره مدنيه لان قلت عصيت النظام، وكنت اتصور وقتها ان الناس كلها هتقوم، ولكن ما اكتملتش واتحكمت فيها والحمد لله برئت. انا 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 يوم ما خرجنا في 25 يناير انا خارج ومع الناس وبهتف، ادعي ان انا قلت اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام، الى ان جاء الشعار الملهم اللي اتردد في سوريا في تونس، ودلوقتي عم الوطن العربي كله، وان شاء الله يعم العالم، لكي تسقط النظام الرسمي الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحده الامريكيه. بس يوميها فعلا يا كابتن احنا خارجين بالعافيه، كان نشيل حبيب العدلي او نخلي مبارك يطلع يقول يا اخوانا انا مش هخلي المحروس يبقى نائب رئيس، يبقى رئيس بعديه، ده كان متاح. من انما الشباب اللي اندفع للميدان وملى الميدان وغطاه، ودماء الشهداء اللي عوضت افتقاد مصر لوجود احزاب قويه تقود المجتمع وتقود البدء، ولا زالت نشعر بهذا للان، بدليل ان احنا بيجيبوا لنا من سلال مبارك وزراء ومسؤولين. لازال انا ما كانش حلمي اكتر من غير تغيير بسيط، لكن اقبال الشباب بالاعداد المهوله دي ودماء الشهداء، انا تطور في دماغي الى ان وصلت لشعار اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام. انا سعيد ان انا عشت ما متش شهيد ثوره 52 بقياده جمال عبد الناصر وتنظيم الضباط الاحرار، وشهدت ثوره 25 يناير بقيادة الشعب. وقتنا انتهى. كلمة أخيرة من تقاليد مناظرات برلمان الثورة، أننا نترك للمتناظرين فرصة الحديث المباشر للمصريين والناخبين لمدة دقيقتين لكل واحد. تبدأ بالأستاذ نادر ثم الأستاذ كمال. كابتن كمال بقى. أستاذ كمال اتفضل. كلمة في دقيقتين لجمهورك وناخبيك. أنا ندائي مش بس لأهل الدايرة، أنا بتكلم عن أهل مصر. بره مصر اللي اتحرم واتذلل وشاف هوان ومزلة، آن الأوان أن نتعاون وتشارك جميعا، وبدلا من الاقتتال والإقصاء أن نتعاون من أجل بناء مصر بعد الثورة. دي الأمانة اللي تركها لنا الشهداء، ودي الأمانة اللي تركها لنا حتى أجيال سبقت من المناضلين ومن الوطنيين ماتوا دون أن ينعموا بهذه اللحظة. وأذكر منهم أستاذي المفكر الكبير الاستاذ محمد عوده وغيرهم كثيرين كثيرين، يعني مش البرنامج مش هيكفي عشان اذكر لكم اجيال الشهداء ومن رحلوا عن هذه الدنيا دون ان يرجعوا هذه اللحظه. انا
بقول لكم تحيا نتعاون، هيا نملأ هذا البلد عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما وفسادا واستبدادا. أنا بدعو كل شريف في هذا الوطن، دي اللحظات الحرجة اللي محتاجة للالتئام وللاعتصام ببعضينا من أجل أن نبني وطننا، من أجل أن نؤسس لمصر الجديدة، مصر اللي حلم الشهداء وهم بيطلعوا الروح أن يروها. يجب دي أمانة في أعماق كل واحد منا، أرجو أن يوفي بهذه الأمانة حتى يلقى الله، ومن غير دوت لا في فايدة لا في ثورة ولا في غيره. وأنا بعتبر اللي ما يستكملش معانا، وما تخافوش من حد، اللي مش هي اللي أي حد داخل البرلمان أيا كان، مش هشير لحد بعينه، مش هينفذ أهداف الثورة ديت، الشعب هيشوطه شوطة قوية سكرو تخش الجول. الشعب مصر، الشعب المصري مصر على تنفيذ أهداف الثورة، وبالذات مطلب العدالة الاجتماعية اللي اشتاق إليها بر مصر من زمان، لم يرى عدلا بل رأى جور. هيا نتعاون من أجل أن نملأ بلادنا عدلا بعد أن ملئت جورا وفسادا واستبدادا. شكرا كابتن نادر، اتفضل كلمة إلى الناخبيك. هو الحقيقة قبل ما اتكلم على الكلمة للناخبين، أنا بتكلم على كلمة لشعب مصر كله. أنا كنت بتمنى الحقيقة، ممكن طلبت الكلام ده أثناء التواجد في التحرير في الأيام السابقة، أن يجب تأجيل الانتخابات، ويجب كل القوى السياسية اللي صنعت منها الثورة أحزاب سياسية وخلتنا بما فيهم أنا أن أنا أفكر في الدخول إلى مجلس الشعب، كان يجب تأجيل انتخابات مجلس الشعب حدادا على الشهداء اللي البعض سماهم قتلة وضحايا، رغم أن هم ماتوا وبيموتوا، وفي شباب كتير جدا علقوا على صدرهم شهيد تحت الطلب من أجل مصر. إنما طبعا لي الأمر، ويمكن علقنا جميعا سواء الوسط حزب الوسط بشكل عام أو أنا بشكل خاص، علقنا الدعاية الانتخابية والمؤتمرات الانتخابية حدادا على الشهداء، إنما مشيت العجلة، إنما ما زالت دماء الشهداء وأمانة الشهداء موجودة في أعناقنا جميعا إن شاء الله. ولتكملة المسيرة، إن احنا بنعترف بفضلهم علينا، إنما لتكملة المسيرة إن احنا هنكمل في الانتخابات. فهو مش أمر، بالعكس أنا زي ما بقول في كل المؤتمرات وكل في اللقاءات، إنما بستحي إن أنا أقول لحد من الناس انتخبوا حزب الوسط، إنما أنا بقول لهم إن لو شايفين إن احنا نقدر إن احنا نكون مكلفين من خلالكم إن احنا إن شاء الله نحافظ على الأمانة، بالتأكيد هتبقى دي مسؤولية كبيرة جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى، لأن هي مش أبدا تكون جاه ولا سلطان ولا كرسي في البرلمان قد ما هو تكليف من كل الناخبين. دايما وأبدا الحقيقة بتكلم مع كل الموجودين إن هم يدوا صوتهم للي فعلا هيحقق لهم مبادئ الثورة، بغض النظر الوسط أو غير الوسط أو حرية العدالة أو نور أو كتلة، احنا كلنا في الآخر بنتكاتف ونتعاون لمصلحة البلد، إن احنا مش بنتنافس ولا نقطع رفض بعض ولا نرهب بعض بإرهاب فكري ولا إرهاب ديني ولا إرهاب اقتصادي ولا إرهاب أنابيب غاز. بالعكس الشعب المصري مثلوا أولاده عشان خاطر إن هو يكون عنده كرامة وعزة، ما ينفعش أبدا يكونوا شحاتين ومد إيديهم عشان كيلو زيت أو كيلو سكر عشان يدوا صوتهم. أنا بقول لهم الصوت أمانة، لأن في الآخر كلنا بنبني البلد، ودي أول درجة من درجات بناء البلد هي الانتخابات الحرة النزيهة. شكرا. في نهاية المناظرة بشكر الأستاذ كمال أبو عيطة وأتمنى له التوفيق، وبشكر الكابتن نادر السيد وأتمنى له التوفيق، وأدعوهم للتصافح طبقا لتقاليد المناظرة. اتفضل. بالعكس احنا دلوقتي نروح مكان واحد. قبل ما يكون برلماني ده احنا يعني احنا كلنا شعب ثوري يعني. اتفضل. اتفضل. أنا سعيد بهذه المشاعر الطيبة، وربنا يوفقكم أنتم الاثنين إن شاء الله بإذن الله، وبشكركم جدا بعد الفاصل فقرتنا دين ودنيا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور سعد الدين الهلالي، انتظروا.